السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وأنا من جديد في كورس CMA بارت 1. مكملين مع بعض إن شاء الله في البارت بتاع الكوستنج، ومعادنا النهاردة مع آخر يونت في البارت بتاع الكوست، وهي الـ Operational Efficiency and Business Process Performance. قبل ما نبدأ في اليونت دي كده عايزين نبدأ نتعرف عليها. اليونت دي بتحكي عن إيه وليه موجودة عندنا هنا في الكتاب بتاعنا؟ بص على اسمها كده هتلاقي اسمها اسمه ايه؟ Operational Efficiency. يعني ايه يا جماعة Operational Efficiency؟ يعني الأوبريشن المحيطة بيك في الشركة. يعني حضرتك ككوست كنترولر او كمحاسب تكاليف المفروض ما تبقاش قاعد في مكتبك قافل على نفسك، لازم تخرج بره مكتبك وتنزل تتمشى كده وتشوف الاوبريشن حواليك ماشيه ازاي، تبدا تشوف الادارات المحيطه بيك، الراجل بتاع البرودكشن ده بيشتغل ازاي، الناس بتوع السبلاي تشين، الناس بتوع الانفنتوري مانجمنت، الناس دي كلها بتعمل الاوبريشن بتاعتها ازاي. ودورك هنا ان انت تبدا تحول الاوبريشن دي الى انها تتم بشكل فيه افشنسي، فيه كفاءه. اتفقنا؟ فانا النهارده جاي اعلمك الادارات اللي حواليك بتعمل ايه، الناس بتوع الانفنتوري بيعملوا ايه، وايه الصح ان هم يعملوه عشان يشتغلوا بشكل فيه افشنسي، الناس بتوع الاوبريشن بيشتغلوا ازاي، الناس بتوع الكاباسيتي مانجمنت والناس بتوع الفاليو تشين، الناس دي كلها بتعمل ايه. فدورك النهارده ككوست كنترولر ان انت تبقى فاهم كويس الناس دي بتعمل ايه، وتقدر تساعدهم في ان هم يحولوا شغلهم الى حاجه فيها افشنسي او يتم شغلهم بشكل فيه كفاءه وفعاليه. اتفقنا؟ تعالوا بينا كده نبدا نشوف اليونت بتتكلم عن ايه. اول حاجه هو بيكلمك عن الجيت او الجاست ان تايم انفنتوري سيستم. تعالوا نبدا بيه كده في الاول. ادي اهو جاست ان تايم انفنتوري اند لين مانيفاكتشرنج. تعالوا واحده واحده كده نفهم يعني ايه كلمه جاست ان تايم، وليه اختصارها جيت زي ما احنا شايفين كده، وايه اللين مانيفاكتشرنج ده. اول حاجه جاست ان تايم انفنتوري، يعني ايه كلمه جاست ان تايم انفنتوري؟ الجيت او اللي هو جيت اختصار جي اي تي جاست ان تايم، ده اسلوب جديد ابتكروه الناس في اليابان علشان يبدا يقول لك الانفنتوري ده ايدل اسيت. يعني ايه ايدل اسيت؟ يعني اسيت عاطل عندي ملوش قيمه قوي وبيكلفني فلوس وهو في مكانه ما بيتحركش، وبالتالي انا مش هشتري مخزون الا لما احتاجه. يبقى هنا الراجل ده بيقول لك نو انفنتوري، مفيش مخزون هيفضل موجود، ومش هشتري رو ماتيريالز او هصنع اي منتج الا في وقت احتياجه بس. عشان كده قال لك ايه؟ جاست ان تايم، اول ما احتاجه هشتريه. اتفقنا؟ فده الفكر الجديد بتاع الايه؟ الجاست ان تايم انفنتوري سيستم. اما اللين مانيفاكتشرنج، يعني ايه لين يا جماعه؟ لين يعني ميل، ميل يعني حاجه مميله كده. يعني شايف الميل عامل ازاي؟ انا مميل كده اهو. ايه بقى يقصد ايه بالميل كده؟ هل هنميل كده؟ لا، يقصد ان الماكينات والالات والمعدات في المانيفاكتشرنج او في عمليه التصنيع يكون في ميل بينها وبين بعض. يقصد ايه بالميل؟ ان الماكينات دي تكون مترتبه ترتيب يكون بيوفر التكلفه في عمليه نقل الخامه من ماكينه الى اللي جنبها الى اللي جنبها الى اللي جنبها. علشان كده بيقول لك ان حضرتك تنظم الالات والمعدات عندك بشكل خلايا، كل مجموعه ماكينات ومعدات بتمثل خليه معينه. اتفقنا؟ ده كده معنى ايه لين مانيفاكتشرنج. تعالى واحده واحده كده نبدا فيهم ونبدا نشوف هيتكلم عن ايه. ادي الاوفر فيو اهو، هيتكلم في اول نقطه اللي هي الجيت او جاست ان تايم. فبيقول لك مودرن انفنتوري بلاننج، الناس اللي بتفكر بقى او بتخطط في الانفنتوري بشكل مودرن، قال لك الناس دي بتحب او بتفضل فيفرز ان هي تشتغل بالايه؟ بالجاست ان تايم موديل اللي هو الجيت موديل. وقال لك اهو ميني كامباني هاف تراديشنالي، زمان معظم الشركات كانت بتعمل ايه؟ بيلت بارتس. بيلت يعني يكوم او يراكم بارتس، اجزاء من المخزون، اند كومبوننت واجزاء من المخزون فور سبسيكونت اوبريشن، للعمليه التاليه. يقصد ايه الكلام ده؟ ان انت عندك ماكينه واقفه كده مثلا تشتغل، وحضرتك مجهز لها قبلها كوم من البارتس او كوم من قطع المخزون اللي هتبدا تدخل في العمليه دي، سواء هتشتغل دلوقتي او لا. عشان كده بيقول لك اهو ان حضرتك بتبيلت او بتراكم البارتس اند كومبوننت، الاجزاء والمكونات بتاعت المنتج بتاعك فور سبسيكونت اوبريشن، للعمليه التاليه. اون ايه؟ ابري سيت سكيدول. يعني كلمه بري سيت؟ سيت يعني محطوط، يعني بقول لك سيت سكيدول يعني انا حطيت جدول. بري سيت سكيدول يعني جدول محطوط مسبقا، يعني انا هنا محدد جدول مسبقا من قبل كده، من غير ما اعرف الطلب في السوق كام على المنتج بتاعي والكلام ده، انا حددت بري سيت سكيدول او جدول محدد مسبقا وبدات اشتغل على اساسه. such a schedule، الجدول ده provide a cushion. cushion يعني ايه يا جماعه؟ cushion يعني وفره.
بيدي وفرة زيادة من المخزون. يعني السكيدول اللي محطوط دوت بيقول ان الاوبريشن دي عشان تشتغل لازم تكون موفر لها شوية مخزون شوية. طبعا ده الكلام القديم. فوفرة المخزون ده كانت بتعمل ايه؟ بتقول لك ان النيكست اوبريشن ويل اولويز هاف ا بارت تو ورك. دايما المرحلة اللي جاية عندها البارتس اللي هتشتغل بيها او عندها الاجزاء اللي هتبدا تشتغل بيها. With a adjusting case method. يعني ايه adjusting case method؟ يعني اول ما يحب يشتغل هيلاقي عنده الخامات اللي هو محتاجها. In this respect وفي الوضع ده traditional inventory planning view inventory as an asset. فالناس في الشكل ده الترديشنال ده كانوا بيبصوا للمخزون كأنه ايه؟ asset. اتفقنا؟ فده كل ده شرح للكلام اللي بيحصل في الطرق التقليدية. يعني من الاخر كده بالبلدي بيكوموا مخزون عندهم وبيحوشوا مخزون كتير وبيشتري مخزون حتى لو هو ما عندوش طلب على المنتج بتاعه علشان يبقى ضامن ان العملية الانتاجية جاهز لها مخزون بتاعها. طبعا على النقيض من كده in contrast اهو على النقيض الناس بتوع جيت ما عجبهمش الكلام ده. فقال لك جيت الناس اللي بيشتغلوا بجاست ان تايم فيو انفنتوري از لايبيليتي. انت بتهزر صح؟ ازاي تشوف الانفنتوري كلايبيليتي؟ ده اسيت. قال لك لا، الانفنتوري ده حاجه سيئه في الشركه، وطالما هو شايف الانفنتوري حاجه سيئه في الشركه فهو شايفه كانه لايبيليتي. طبعا ده مجازا، انما هو اكيد اسيت في القوائم الماليه، ولكن هو بيقول كده مجازا يعني. فشايف الانفنتوري از لايبيليتي، وهيعمل ايه بقى؟ اند ليميتس الاوتبوت، هيحجم الاوتبوت بتاعته، يعني مش هينتج الا لما يكون في ايه؟ ديماند. ديماند يعني الطلب على المنتج بتاعه في السوق. ديماند اوف ذا سبسيكوينت اوبريشن، يعني بالبلدي كده انا مش هنتج الا لما تكون السبسيكوينت اوبريشن محتاجه مني الانتاج دوت، او انا مش هشتري مخزون الا لما يكون في طلب من السوق. عشان كده reduction in inventory level وتقلل حجم المخزون result in ايه؟ less money invested in idle asset. هي الحتة اللي كنا بنتكلم فيها، لما حضرتك ما تشتريش مخزون كتير فانت كده بتقلل الموني invested، الفلوس المستثمرة في asset عاطل. idle asset يعني asset ايه؟ عاطل. وبالتالي reduction of storage space requirement، مش هيبقى عندك space او مساحة تعمل فيها مخزن، خلاص انت مش محتاج المخزن. ايه تاني؟ and lower inventory tax، في بعض الدول اللي بيدفعوا ضرائب على المخزون هنا في الحالة دي مش هيبقى محتاج يدفع ضريبة على المخزون. بريفليج اند اوبسيليانس، ان الحاجة بتاعتك يحصل لها تقادم. ليفريج اند اوبسيليانس ريسك، تلف وتقادم. يبقى حضرتك دلوقتي لما ما اشتريتش مخزون شوف تجنبت ايه؟ تجنبت ان انت يبقى عندك ماني انفستد زيادة في المخزون، كان ممكن تاخد الفلوس اللي مرمية على الارض دي وتشغلها وتعمل بقى شهادات استثمار مثلا تجيب لك عائد. تجنبت ان انت يبقى عندك مخزن، خلاص مش محتاج يبقى عندك مخزن ولا امين مخزن بقى ولا اذون صرف ولا استلام ولا الكلام ده كله. تجنبت ان انت يبقى عندك مخزون ويبوظ منك او يتلف، صح؟ عشان كده الناس بتوع الجيت بيبص على ان المخزون ده حاجة مش كويسة. فبيقول لك اهو جيت از ا رياكشن، رد فعل تو ذا ترند اوف جلوبال كومبيتيشن اند ريبيت تكنولوجي. يقصد ايه بالكلام ده؟ يقصد ان الانفنتوري ده ان انا ما اجيبش انفنتوري واشتغل بالجيت، فده رياكشن او رد فعل علشان الترند بتاع الجلوبال كومبيتيشن. ايه بقى الجلوبال كومبيتيشن؟ المنافسه العالميه. كومبيتيشن يعني منافسه، صح؟ هقول لك ازاي. حضرتك النهارده علشان تنافس في السوق، ايه علاقة المخزون بان انا نافس في السوق؟ هقول لك، علشان تقدر تنافس في السوق لازم تحاول تقلل التكلفة بتاعتك على قد ما تقدر. فلما تقلل التكلفة تقدر ترخص سعر المنتج بتاعك فتنافس، صح؟ او لما تقلل التكلفة تقدر تاخد التكلفة اللي انت قللتها دي وتزود بيها اوبشنز جديدة في المنتج بتاعك فتعمل منافسة في السوق على المنتج بتاعك، صح؟ طيب اقلل التكلفة ازاي؟ قالك تعال ندور المخزون اللي مرمي في الارض ده ليه لازمة؟ ملوش لازمة. طيب كنا تصرفنا في الفلوس اللي جبنا بيها المخزون دي ورحنا شغلناها في حاجة تانية كسبت فلوس زيادة بدل ما هي عطلة في الارض كده، والفلوس اللي كسبناها زيادة ديت هي اللي خلقنا بيها لنفسنا ميزة تنافسية. طيب ولما حضرتك تبطل تشتري مخزون كتير وما تشتريش الا على قد احتياجاتك بس، يبقى في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ في الحالة دي برضو انت بتوفر تكلفة ان انت مش محتاج مخزن، مش محتاج امين مخزن، مش محتاج ان انت يكون عندك كنترول على المخزن والكلام ده كله، فده برضو هيوفر لك تكلفة. فلما توفر تكلفة يكون استجابة للايه؟ جلوبال كومبيتيشن، تقدر تنافس عالميا. اند ريبت تكنولوجي، وتطور التكنولوجي بروجرس ذات هاف ريزلتد ان ايه؟ shorter product life cycle. يا خبر، ده موضوع مهم قوي. انت تعرف ان الريب التكنولوجي او التكنولوجيا الحديثه المتطوره بسرعه بتخلي product life cycle shorter،
يعني ايه شورتر قصيره؟ تخلي دوره حياه المنتج قصيره. تخيل احنا في الايام اللي احنا فيها دي اي منتج بيطلع بيعتمد على التكنولوجيا بياخد دوره حياه قصيره في السوق، وتلاقي التكنولوجيا بتاعته قدمت وفورا ظهرت تكنولوجيا اعلى منها، صح؟ تخيل انت لو ماسك موبايل في ايدك كده بتكنولوجيا معينه، وفجاه بعد شهرين ثلاثه اربعه اكتشفت ان ايه الموبايل بتاعك ده التكنولوجيا بتاعته بقت قديمه وفي حاجات احدث طلعت في السوق. طب حط نفسك مكان الشركه اللي بتصنع الموبايل دلوقتي، لو الشركه دي مخزنه منه كتير في المخازن بتاعتها، او مخزنه قطع غيار منه علشان تصلحه او علشان تصنعه، موقفها ايه بعد المنتج بتاعها دلوقتي ما اللايف سايكل بتاعته خلصت من السوق؟ يبقى المخزون بتاعها ايه اللي حصل له؟ حصل له اوبسيليانس، مش كده؟ تقادم، ما بقاش ليه لازمه. وبالتالي دلوقتي عشان التطور التكنولوجي الرهيب اللي هو الريبت تكنولوجي ده، وان البرودكت لايف سايكل بقت قليله قصيره، والكاستمر ديماند فور ا برودكت دايفرستي، يعني الكاستمر ديماند فور ا برودكت ان الطلب بتاع المنتج عند العميل بقى فيه دايفرستي، بقى فيه تنوع، يعني النهارده ممكن اطلب المنتج بتاعك ما اطلبوش، وبالتالي ان حضرتك تراكم مخزون عندك ده بقى موضوع فيه ريسك كبير قوي. عشان كده الناس بتوع الجيت استجابه للتكنولوجيا الحديثه دي قال لك لا، احنا بعد كده مش هنشتري مخزون الا على قد الطلب اللي جاي لنا، في طلبيه جايه نشتري لها مخزون بالظبط. طيب تعال نشوف ايه المشاكل التانيه اللي هم عالجوها لما قال لك مش هجيب مخزون الا ان تايم بس. قال لك ايه تاني؟ هاي انفنتوري ليفل، يعني لما يكون عندك انفنتوري كتير قوي في المخازن، وده اللي احنا مش عايزينه. اوفن ماسك برودكشن بروبلم، يعني ايه ماسك برودكشن بروبلم؟ ماسك يعني قناع، صح؟ بيقنع العمليه الانتاجيه، او بيقنع، انا اسف، بيقنع مشاكل الانتاج. يعني ايه بيقنع مشاكل الانتاج؟ بيخلي عليها قناع، بيخليها مخفيه. يعني من الاخر كده لو في عامل واقف شغال على مكنه وبوظ حته خامه من غير ما حد يحس، هيروح يطلب من المخزن تاني ويبدا يشتغل ولا كان حد حس بحاجه. اهو because defective part، الاجزاء اللي باظت منه حصل فيها مشاكل، كان بي overlooked، اقدر ايه اداريها واخبيها. لما يكون عندك plenty of good parts، لما يكون عندك مزيد من الايه الاجزاء السليمه are available، حاجه باظت منك محدش هيحس بيها لان انت عندك كتير تقدر تسحب منه من المخزن، مش كده؟ وبالتالي بقى لو انت مش جايب بقى، او لو انت جايب مخزون على قد احتياجاتك بالظبط، لا، الحاجه اللي هيحصل لها ديفكت هتوقف العمليه الانتاجيه كلها، وهنعرف المشكله فين. عشان كده بيقول لك اهو if only enough part، لو حضرتك جايب اجزاء او مخزون كافي are made for subsequent operation، يعني انت جايب على قد اللي انت محتاجه بالظبط. however any defect، لو حصل اي مشكله في اي قطعه، will immediately halt production، halt يعني البرودكشن هيتوقف، صح؟ يبقى انت دلوقتي لما تشتري مخزون على قد بالظبط، اي حد هيغلط في اي مشكله او اي مشكله هتحصل هتكتشفها فورا لان هتعمل عجز معاك، اتفقنا؟ طيب ايه تاني من اهم الحاجات اللي حصلت في الجيت؟ قالك the focus of quality control under jet. ايه الكواليتي كنترول دي؟ الكواليتي كنترول دي يا جماعه دي اداره الجوده. طبعا شركات كتير جدا بيكون فيها حاجه اسمها تي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت او الكواليتي كنترول الكيو سي. اداره الكواليتي كنترول دي مهمتها ان هي تبدا تفحص المخزون او الخامات قبل ما تخش العمليه الانتاجيه عشان تقيم السبلاير ده، وبعدين تبدا الخامات تدخل العمليه الانتاجيه، فاداره الجوده تبدا بعد كده تفحص اثناء العمليه الانتاجيه، ثم تفحص المنتج النهائي اللي طالع بعد نهايه العمليه الانتاجيه علشان تتاكد ان اي ديفكت احنا اكتشفناه وانه مش هيوصل لايد العميل، وبالتالي اطلع منتج فيه جوده، اتفقنا؟ مالهم بقى الناس دول؟ قالك the focus of quality control under JIT shift، هيتحول تركيز الناس بتوع الكواليتي كنترول هيتحول from discovery of defective part to the prevention of quality problem. يا خبر، ده انت نقلت الناس دي نقلة تانية. الناس دي دورها بدل ما كان زمان ان هو يديسكفر الديفكتيف بارت، يكتشف الاجزاء المعيوبة، لا، ده انا هنقل لك دورك تاني الى انك تعمل حاجة احسن من كده اسمها prevention of quality problem. يعني ايه prevention؟ prevention يعني منع، تمنع المشكلة ان هي تحصل. تخيل ان انت مسكت الراجل بتاع الجودة ده وقلت له لا، انا مش عايزك تكتشف المشكلة بعد ما تحصل، انا عايزك تمنع المشكلة ان هي تحصل اصلا. ليه؟ لان انا ما عنديش الا شوية مخزون قد كده جايبهم على قد العملية الانتاجية بس، ما فيش مجال ان يحصل ديفكت اصلا. So zero machine breakdown، يعني مش عايز مكان يعطل نهائي. Achieve this through preventive maintenance، وده مش هعمله، مش هنجزه الا لما اعمل صيانه وقائيه preventive maintenance. And zero defect، وما يكونش عندي اي خطا. Are a ultimate goals، دي الاهداف الرئيسيه بتاعتي. ها؟
higher quality and lower inventory to go together. يعني يبقى الحكمة الجميلة دي higher quality الجودة العالية and lower inventory والمخزون القليل الاثنين دول بيتماشوا مع بعض. اتفقنا؟ يبقى higher quality and ايه lower inventory. طيب تعال نشوف القصة بتاعت lean manufacturing. احنا قلنا lean manufacturing ده ان العملية الانتاجية تكون منظمة بطريقة تسمح بسيولة الشغل بدون اي مشاكل وبدون اي اعطال وبتكلفة اقل. بيقولك اهو lean manufacturing expands the concept of JIT, بيمتد الى الكونسبت بتاع الجيت. بيقولك ايه بقى؟ the central focus is on accomplishing more with fewer resources. حلو قوي الفوكس ده، مركز على ان هو يأكمبلش ينجز مور، ينجز وحدات اكتر ولكن بريسورس ايه اقل. هي دي يا جماعة الافشنسي، صح؟ مش احنا اتعلمنا زمان ان الافشنسي ان حضرتك تنتج اكتر بموارد اقل. طيب موارد زي ايه؟ زي الليبر العمالة، زي الاكيوبمنت الالات والمعدات، زي السبيس المساحة المتاحة ليك، وبالتالي providing customers تدي العميل with a what they want، تدي العميل اللي هو عايزه and meeting their expectation وتقابل او تحقق توقعات العميل. ده كده القصة بتاعت الايه، ان انت ازاي تفوكس على انك تأكمبلتش مور with fewer resources. The five principles، عندك خمس مبادئ of lean manufacturing are described blue، اللي هم الخمس مبادئ دول 1 2 3 4 5. تعالوا واحدة واحدة كده نشوف هيكمل ايه. The first الجملة الفراز اللي هي الجملة اللي هي اسمها ايه، lean resource management or lean process، او العملية الانتاجية يكون فيها lean are sometimes used to imply، عشان تبين لك that many of techniques can be used by non-manufacturer. يعني اسميها لك مرة lean manufacturer lean resource management او lean process، فده انا عايز اقول لك ان مش شرط احط لك كلمه manufacturing. يعني هي في الاول اسمها ايه lean manufacturing، طب انا هشيل لك كلمه lean manufacturing واسميها لك lean resource management او اسميها لك lean process. الكلام ده ليه؟ عشان اقدر اقول لك ان ممكن اي حد يستعملها ومش شرط يكون مصنع، يعني ممكن تكون شركه تجاريه، شركه خدميه، صح؟ طيب تعال نشوف ايه الخمس مبادئ بتوع lean manufacturing. اول حاجه فاليو. ايه الفاليو دي؟ بص بقى النهارده حضرتك لو ما حققتش فاليو للعميل مش هيشتري المنتج بتاعك، صح؟ وبالتالي لازم حضرتك تعرف ايه الفاليو اللي انت بتقدمها للعميل، لانك لو ما عرفتش ايه الفاليو اللي انت بتقدمها للعميل مش هتقدر تنافس في السوق. فبيقول لك اهو فاليو انفولف بتشمل ايه؟ value involve identifying the feature، تحدد الفيتشر المميزات of the product or service بتاعت المنتج بتاعك that are valuable لمين؟ للكاستمر. يعني تعرف المنتج بتاعك ايه المزايا اللي فيه اللي العميل بيحبها. زي ان انت مثلا بتقول انا بنتج موبايل، طب الموبايل اللي انا بنتجه ده ايه اللي بيعجب العميل فيه؟ العميل بيهتم بالكاميرا دلوقتي، فانا ممكن ايه احسن جودة الكاميرا قوي، وكمان العميل بيحب يلعب جيمز كتير، فانا لازم اعلي البروسيسور بتاع الموبايل قوي. شايف انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي بتايدنتيفاي الفيتشرز، بتحدد المميزات اللي في البرودكت او السيرفيس بتاعك اللي فاليوبل لمين؟ للكاستمر. طيب الحمد لله عرفت ايه هي الفاليو اللي انا بضيفها للكاستمر. طيب نيجي بعد كده نشوف ايه فاليو ستريم. ستريم يعني ايه يا جماعه؟ ستريم يعني اندفاع، صح؟ او انا بقى مش هقول لك اندفاع، هقول لك الفاليو بتتحرك ازاي من عندك علشان توصل للعميل، او مش هقول لك كده، الفاليو بتتحقق ازاي، ايه الخطوات اللي الفاليو بتتحقق بيها، ايه الخطوات اللي الفاليو بيتم بيها. فقال لك علشان تعرف الفاليو ستريم ده ريكواير من حضرتك انك تعمل اكزامينج، يعني فحص افري بروسيس، تيجي على كل بروسيس او كل عمليه انتاجيه عندك في المكان اللي بتصنع فيه المنتج وتعملها اكزامينج فحص within the production of a product. تبدا تشوف البروسيس اللي بتصنع البرودكت دوت ايه، افحص كل البروسيس اللي عندك، وبعد ما تفحص كل البروسس اللي عندك قال لك identifying process that add value. ومش بس كده، removing process if possible لو موجود، يعني لو ممكن، يعني that do not add value. يعني ايه بقى add value ويعني ايه do not add value؟ بص حضرتك بتتمشى في المصنع دلوقتي فلقيت واحد مركز وماسك الالات والمعدات بتاعته وعمال يشتغل، يبقى الراجل ده بيعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ قال لك انا بدهن المنتج.
لا طبعا الدهان ده شيء مهم وبيأد فاليو للعميل، صح؟ فلازم الراجل ده اعرفه كويس جدا ان العمليه الانتاجيه دي بتضيف الى العميل بتاعي فاليو. طيب ماشي، كمان شويه لقيت واحد عمال بيشيل الحاجات ويحطها على الرف، انت بتعمل ايه يا عم؟ قالك انا بس بركن الحاجه على جنب علشان احطها على الرف كده بشكلها منظم وحلو. طب ما الراجل ده كده ممكن ما يكونش بيضيف فاليو للعميل، يبقى الراجل ده حضرتك ممكن تعمل له ريموفنج ده لو ممكن يعني، او تقلل التكلفه بتاعته على قد ما تقدر لانه مش بيأد فاليو. حضرتك مش هتكتشف الكلام ده كله الا لما تعمل اكزامن لافري بروسيس ويزن برودكشن اوف برودكت، تفحص كل عمليه انتاجيه. طيب انا الاول اهو عرفت الفاليو بتاعتي وايه اللي انا بقدمه للعميل، فحصت العمليه الانتاجيه عشان اشوف مين بيقدم فاليو من عندي ومين ما بيقدمش. ابدا بعد كده اقول ايه فلو اند بول. بول يعني ايه يا جماعه؟ بول يعني سحب، يعني تسحب الحاجه بايدك كده، صح؟ بول يعني سحب، بوش يعني دفع، بول يعني سحب. يقصد بيها ايه هنا؟ يقصد بيها ان حضرتك تبدا تخلي العميل هو اللي يحرك الانتاج عندك، يعني الطلب او الديماند اللي جاي من العميل هو اللي يجذب المنتج من المصنع بتاعك. فبيقول لك اهو incorporate designing and the production process، هتعمل ديزاين للبرودكشن بروسيس to be capable of ايه؟ عشان تبقى قادرة على maximizing the flow of product initiated by ايه؟ اهي خلي بالك الفلو اوف برودكت، الطلب بتاع المنتج او تدفق المنتج يكون initiated by، ناشئ عن ايه؟ the ball of customer demand. يبقى النهارده كده لو ما فيش customer demand انا مش هقدر initiate او ابدا الفلو بتاع البرودكت بتاعي، اتفقنا؟ اي اونلي برودوس يعني مش هنتج الا وات كاستمر وونت، بس انا مش هنتج الا لما يكون في طلب من العميل. This is where lean manufacturing and JIT principle coincides. وهو ده اللين مانيفاكتشرنج عايز يقوله لك، ان حضرتك المانيفاكتشرنج بتاعك يبقى ماشي بميل كده، العميل يطلب فانت تنتج، اتفقنا؟ طيب empowerment يعني ايه empowerment؟ خلي بالك empowerment دي يعتبر كلمتين في كلمة. empowerment دي يعني جاي من employee يعني موظف، صح؟ وباورمنت ان انت تقوي الموظف بتاعك فسموها امباورمنت، ودي هتتكلم عن ان انت ازاي تدي تريننج للموظف بتاعك علشان يقدر يحقق لك كل الفكر الجميل اللي انت عمال تتكلم فيه ده. فبيقول لك اهو بروفايد اتش امبلوي ويز ذا نوليدج، ان انت تدي نوليدج للموظفين اللي عندك اند اوثوريتي، وتدي له سلطه تو ميك فاليبل اند تايملي ديسيجن، عشان تدي للعميل السلطه ان هو ياخد ديسيجن في شكل وقت في وقت مناسب وشكل مناسب. in order to ايه بقى؟ add customer value and eliminate cost from the process. باختصار كده يا جماعه الجزء ده بيتكلم عن ان العميل عندك يكون صاحب قرار، او اسف مش العميل، العامل الموظف عندك يكون صاحب قرار وهو بيشتغل عنده السلطه ان هو يتخذ قرارات معينه وهو بيصنع المنتج، ان هو يقدر ياخد قرارات في وقت معين، ان هو يبقى عنده العلم الكافي، وبالتالي الراجل ده هو اللي بيلمس المنتج بايده، فهو اكتر واحد يقدر يدي فاليو للعميل، عشان هو بيقول لك ايه اد كاستمر فاليو اند اليمينيت ووست، وايه يمنع النفايات او يمنع الهالك فروم ذا بروسيس، فيقدر يخلي العمليه الانتاجيه تتم بدون اي تلف. اخر حاجه بقى بريفكشن. بريفكشن بقى اللي هو الايه بيسموه ان حضرتك توصل لمستوى التمام، ان تبقى الحاجه بتاعتك يعني الكمال زي ما بيقولوا البريفكشن، الحاجه بتاعتك تبقى بيرفكت. فبيقول لك اهو بريفكشن فوكس اون ميكنج انكريمنتال امبروفمنت، ده بيركز على ان حضرتك تعمل انكريمنتال امبروفمنت. يعني ايه انكريمنتال امبروفمنت؟ تقعد تعمل تحسينات كل شويه، تحسينات بسيطه علشان تقدر توصل للبرفكشن بتاعك. فبيقول لك فوكس اون ميكنج انكريمنتال امبروفمنت، تقعد تعمل تحسينات متزايده ان اتش بروسيس في كل عمليه انتاجيه علشان ويز برفكشن از اجول، عشان يبقى الهدف بتاعك انك توصل للكمال او المنتج بتاعك يبقى كامل وما فيهوش اي مشكله. لو حضرتك شفت الخمسه فاكتور دولت او الخمس مبادئ دول، هم دول اللي بيبني عليهم النظام بتاع الجيت واللين مانيفاكتشرنج، اتفقنا؟ طيب تعالوا بينا نبدا نشوف حاجه تانية ظريفه هي اندر جيت برضو، احنا كل ده لسه شغالين في الجيت. حاجه اسمها كامبان، رول اوف كامبان. ايه كامبان دي؟ حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ كامبان دي كلمه يابانيه علشان ما تتلخبطش كتير وتدور على معناها، ده مصطلح ياباني شويه. فهو بيقول لك هنا في فقره ظريفه هو من كتاب جلاين بيشرحها لك، بيقول لك ذا جابانيز تير، المصطلح الياباني ده اللي اسمه كامبان، ومصطلح الجيت اند جيت ار اوفن كونفيوزد، في ناس كتير بتتلخبط ما بين الكامبان والجيت. خلي بالك الكامبان ده
تولز من ضمن التولز اللي تحت الجيت. فعشان كده بيقول لك اهو فور ذا بيربس اوف ذيس اكزام امتحان السي ام اي بتاعك، خلي بالك يا حضرتك سي ام اي كانديديتس will be required to understand the benefit of implementing just in time system and how campaign is used in the process. يعني اللي هو عايز يفهمه لك هنا، حضرتك لازم تعرف ايه البنفيتس، المزايا او المنافع من تطبيق الجيت، وان ازاي هستعمل الكامبان كتولز من ضمن الجيت بروسيس. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف ايه الكامبان وعلاقته بالجيت. بيقول لك جيت از توتال سيستم، احنا عارفين كويس قوي ان الجيت ده هو النظام الرئيسي ومن تحتيه هتكون الكامبان. جيت از توتال سيستم اوف برشيزنج برودكشن انفنتوري كنترول. خدت بالك الجيت بيشمل ايه؟ البرشيزنج، لان انا مش هشتري مخزون اللي هكون محتاجه، برودكشن مش هنتج لما يكون في طلب في السوق، اند انفنتوري كنترول هعمل كنترول على المخزون علشان ما يكونش عندي مخزون كتير. فالجيت كده توتال سيستم اوف برشيزنج اند برودكشن كنترول. اتفقنا. الكامبان بقى ايه علاقتها بالثلاث حاجات دول او ايه علاقتها بالجيت؟ قال لك كامبان از وان اوف ذا ميني اليمنتس ان ذا جيت سيستم. يبقى الكامبان ده عنصر من العناصر الكتير اللي موجوده تحت الجيت. اند ووز ديفولبد باي تويوتا موتورز كوربوريشن، واللي طورها اكتر شركه تويوتا. عشان كده بيقول لك اهو كامبان از نوت كاركترستكس اوف جابانيز اندستري از اول. ده الكامبان ده مش خاص بالصناعات اليابانيه كلها، لا ده اللي كانت مطوره تحديدا في الصناعه اليابانيه هي تويوتا موتورز. طيب تعال بقى نشوف ايه هو الكامبان ده. كامبان عندهم في اللغه اليابانيه مين تيكت. تيكت يعني كارت، مش كده؟ كارت صغير كده. ايه الكارت ده هيعمل ايه؟ قال لك دي تيكت also described as card، بتبقى كارت كده او ماركر كارت يعني. control the flow of production or part. الراجل ده باستخدام الكارت ده هيقدر يعمل كنترول على الفلو اوف برودكشن، يعني مفيش قطعه تتشال من على ماكينه معينه تروح تتحط على ماكينه تانية الا لما الكارت ده يقول ان هي فعلا لازم تتشال من هنا وتروح تتشال تتحط هنا. عشان كده بيقول لك so parts so that they are produced or obtained in the needed amount. وبالتالي انا مش هنتجها او مش هشتريها الا بالنيديد اماونت، الكميه اللي محتاجها بس، ات ذا نيديد تايمز، في الوقت اللي انا محتاجه بس. اتفقنا؟ يبقى اذا الكامبان دي حضرتك لو مش كده تلاقيها متعلقه على المكن كده، تبص فيها تفهم ايه اللي المفروض يتشال من هنا يروح يحط هنا، زي برودكشن اوردر كده نازل شبهها شويه، تبدا تبص فيه تعرف انت محتاج تسحب قد ايه خامات من المخزن، وبالتالي محتاج تدخل ايه للماكينه ديت، وبالتالي تسحب منها ايه تدخله في اللي بعدها. عشان كده بيقول لك A basic campaign system include withdrawal campaign. withdrawal يعني يا جماعة مسحوبات، يعني هسحب قد ايه من العملية الانتاجية اللي قبلية اهو. that state the quantity that later process العملية اللي جاية should withdraw، هتسحب ايه from its a predecessors اللي السابقة لها. عرفت يعني ايه withdrawal campaign؟ معمولة للمسحوبات عشان تقدر تقول العملية الانتاجية اللي جاية دي هتسحب كم جزء او كم قطعة من او كم منتج من العملية الانتاجية اللي كانت قبلها، وبالتالي اللي بعد كده هتلاقي اسمها ايه؟ production campaign. that state the output of the preceding process. العمليه بقى الايه؟ السابقه. هتبدا تقول لك الاوتبوت بتاعتها تبقى كام بالظبط. and a vendor campaign. الفيندور كامبان دي هتقول لك تشتري قد ايه من الفيندور. that tell a vendor. هتقول للفيندور بقى او المورد بتاعك. what؟ انا عايز ايه؟ how much؟ عايزه عايز كمية قد ايه؟ where؟ عايزه فين؟ when؟ محتاجه امتى؟ to deliver. يبقى الكامبان دي كمان هتعمل ايه؟ هتقول للفيندور يشتري ايه؟ انت متخيل ان كل حاجة في المصنع دلوقتي ماشية بالكارت ده؟ العامل يبص في الكارت يفهم ايه اللي مطلوب منه على طول ينفذه. عشان كده بيقول لك اهو كامبان از اسينشالي ا فيجوال ورك فلو مانجمنت سيستم. حلو قوي التعريف ده. يعني ايه فيجوال؟ فيجوال يعني مرئي، صح؟ فيجوال ورك فلو مانجمنت سيستم، وكان هشوف الورك فلو مانجمنت في شكل مرئي قدامي في الكارت ده. لما العامل وين وركر سي ا كامبان، يبص في الكامبان دي، ذا كارد اور تيكت اكت از اوثرايزيشن. الكارت او تيكت ده هيبقى كانه تصريح لي تو ريليز انفنتوري تو ذا نيكست ستيب. مكتوب في الكامبان عندي ان انا اصرف قد كده مخزون، فورا هيصرف اوتوماتيك بدون ما يرجع لحد. work cannot move to the next stage، ومش هقدر انقل للمرحله اللي جايه الا ايه until campaign indicate the next stage is ready for it. مش هقدر اطلع الشغل للمرحله اللي جايه الا لما الكامبان تقول لي خلاص احنا جاهزين نستقبل منك الايه الشغل. اتفقنا؟ يعني كده بالبلدي كانه بينظم العمليه الانتاجيه في شكل كارت مرئي كده الناس كلها تبدا تبص له فتنفذ التعليمات اللي موجوده فيه.
طبعا الامريكان ما عجبهمش الكلام ده، قال لك هو المنطق حلو وكل حاجه، ولكن انا مش هروح اسيب اجهزه الكمبيوتر اللي عندي واللابتوب بقى والكلام الحلو ده واروح اشتغل بكارت في المصنع يعني. فما عجبهمش القصه دي. فقال لك يونايتد ستيت كومبانيز هاف نوت بين كومفورتبل وذ كنترولينج برودكشن يوزنج اتيكيت، يعني الناس دي مش مرتاحه، مش كومفورتبل، مش مرتاح ان هو يروح يكنترول البرودكشن باستخدام تيكت اون ذا برودكشن فلور في المصنع يعني. وبالتالي كمبيوترايزد انفورميشن سيستم هاف بين يوزد، الناس دي بدات تستعمل الكمبيوترايزد انفورميشن سيستم، فبداوا يعملوا حاجه اسمها الاي ار بي والسيستمز اللي انتوا بتسمعوا عنها والكلام ده كله. هو بيقول لك كمبيوترايزد انفورميشن سيستم هاف بين يوزد فور ميني ييرز، لسنوات كتير، اند يونايتد ستيت كامباني، الشركات الامريكيه هاف بين ريليكتنت، يعني يمتنع، ممتنع عن ان هو يجيف اب، يتنازل عن اجهزه الكمبيوتر بتاعته ان فيفور اوف عشان خاطر يروح يشتغل بمانيوال كامبان سيستم. طب يعمل ايه الراجل ده؟ الراجل ده شغال باجهزه كمبيوتر وعنده برامج محاسبيه حلوه قوي، يقول لك هرمي ده كله في الزباله وراح اشتغل بكارت؟ لا. انستد من كده بقى الامريكان عملوا ايه؟ يونايتد ستيت كومبانيز هاف انتجريتد، طوروا زير اكزيستنج كومبلكس كمبيوترايزد بلاننج سيستم ويز ذا جيت سيستم. الناس دول راحوا طوروا حاجه انتجريتد كده متكامله كومبلكس كمبيوترايزد بلاننج سيستم، وعمل برامج محاسبيه خاصه بعمليه الانتاج نفسها. فلو حضرتك دلوقتي شغال في شركه بتطبق اي ار بي وعندك فيه مديول برودكشن، فلو بصيت لمديول البرودكشن كده اللي موجود في الاي ار بي ده او في السيستم اللي موجود عندك، هتبدا تشوف ازاي الكامبان ده موجود عندك ولكن مش في شكل تيكت، في شكل سوفت وير. اتفقنا؟ طيب ايه الاوبجكتيف بتاعت الكامبان ده؟ هاير برودكتيفيتي، انتاجيه عاليه، reduced order cost، مش هتقعد تشتري كل شويه كتير، as well as carrying cost، وبالتالي مش هيبقى عندك carrying cost كتير. واللي مش فاكر الكارينج كوست تعالى افكرك بيها، الكارينج كوست هي تكلفه الاحتفاظ بالمخزون، مش تكلفه المخزون نفسه. يعني انا عندي مخزون ماليش دعوه هو مكلفني كام، انا هحتفظ بيه بكام، هيكلفني ايه علشان احتفظ بيه، هاجر له مخزن بكام، هروح اجيب له واحد امن يقف على باب المخزن، هروح اركب كاميرات مراقبه في المخزن، هروح اعين امين مخزن، مش كل دي كوست علشان احتفظ بالمخزون. وبالتالي ايه تاني؟ مفيش بقى كارينج كوست. فاستر اند شيبر سيت ابس، مش هعمل سيت اب كتير، هعمل سيت اب اسرع، سيت اب يعني اهيئ العمليه الانتاجيه للشغل. شورتر مانيفاكتشرنج سايكل تايم، وقت العمليه الانتاجيه بتاعها هيبقى اقصر. بيتر ديو ديت بيرفورمانس، هقدر التزم بالديو ديت او ميعاد الاستحقاق بتاع الانتاج بتاعي وان انا اورد المنتج في ميعاده. امبروفد كواليتي، هحسن الجوده جدا، وده شيء رائع لان انا هنا هحول دور الناس بتاع الجوده مش من ان هو يكتشف المشاكل، لا ده انا هخليه يمنع المشاكل ان هي تحصل. اند مور فليكسيبل بروسيس ار اوبجيكتيف اوف جيت ميثود، يبقى كل الكلام دوت من ضمن الاوبجيكتيف بتاعت الايه؟ الجيت. اتفقنا؟ طبعا زي التيميت جول، الهدف الاقصى او الرئيسي بتاعنا is increasing competitive and higher profit. انت لو فهمت يعني ايه ان كل ده هيزود لك الميزه التنافسيه بتاعتك او الكومبتيتيفنس، المنافسه بتاعتك، ويدي لك higher profit، يبقى انت كده فهمت الجيت كله عايز يقول لك ايه. عايز يقول لك انا هوفر لك تكلفه واعمل لك جوده عاليه، فبالجوده العاليه هتقدر تنافس، وبالتكلفه اللي هوفرها لك هرفع لك البروفيت بتاعك. صح؟ طيب فيتشرز، المزايا اللي موجوده في الجيت. قال لك جيت از بول سيستم، يعني ايه بول؟ بول يعني سحب زي ما اتفقنا، صح؟ يعني المنتج هيتسحب من السوق، يعني مش هنتج الا لما يكون في طلب. عشان كده بيقول لك اهو اي ايتمز ار بولد، الايتمز اللي انا هنتجها بولد، هتتسحب ثرو برودكشن من الانتاج باي ايه؟ كارنتي ديماند، الطلب الحالي في السوق. نوت بوشد ثرو ذا انتسيبيتد ديماند، عكس الجيت بقى اللي هو يشتغل بوش سيستم. البوش الدفع، انك تدفع المنتج بتاعك في السوق، صح؟ يعني ايه؟ حضرتك تتنبأ بالطلب وهو لسه مش موجود اصلا، فتبدأ تنتج وتعبي المنتجات بتاعتك دي في عربيات نقل، تقعد تلف على السوق علشان تبوش الايه؟ المنتج بتاعها في السوق. انما الجيت ماشي عكس كده، الجيت ماشي بول سيستم، لازم يكون في ديماند الاول علشان ابدأ عمليه انتاجيه. فعشان كده بيقول لك اهو وان اوبريشن، عمليه انتاجيه واحده، بروديوس اونلي، مش هتنتج بس وات از نيدد، مش هتنتج الا ايه؟ الا وات از نيدد باي ذا نيكست اوبريشن. انا مش هنتج بزياده بقى واكوم، لا انا مش هنتج الا للعمليه الانتاجيه اللي بعدي محتاجاه. اند كومبوننتس،
and raw materials والمكونات والمواد الخام مالها بقى arrive just in time to be used، هتوصل فين؟ في الوقت بس اللي احنا محتاجينه. وبالتالي بقى مفيش مخازن، مفيش central receiving ولا استلام ولا الكلام ده كله. عشان كده بيقول لك اهو demand driven production، خلي بالك ده مصطلح على بعضه كده اسمه demand driven production، يعني الانتاج المبني على اساس الطلب، يعني مش هنتج الا لما يكون في طلب. بيعمل ايه بقى؟ allow inventory level to be minimized، ما انا مش هنتج فما فيش inventory، صح؟ فبيخلي الانفنتوري minimized في اقل نقطة دي. وبالتالي counting اللي هي عملية الجرد او العدد، handling النقل والمشال، and storing inventory وتخزين المخزون، كل ده viewed as ايه؟ بنشوفه كايه؟ اهو non value added، مش بيأد value للمنتج. فالناس دي بتبقى شايفة ان قصة المخزون دي كلها مش بتأد value للمنتج بتاعك، وبالتالي بلاش مخزون اصلا، احنا ما ننتجش الا لما يكون في طلب على المنتج بتاعنا، وبالتالي مش هنشتري خامات الا لما يكون في طلب على المنتج بتاعنا. Indeed بعمق بقى كده، ركز في الحتة دي، carrying inventory يعني الاحتفاظ بالمخزون is regarded as ايه a symptoms of ايه correctable problems. يعني ايه يا جماعه correctable problems؟ مصحح للاخطاء. يعني ان حضرتك تحتفظ بالمخزون فده احنا بنشوفه كتصحيح للمشاكل. يعني ايه تصحيح المشاكل؟ ايوه مشكله فيها جوده وحشه ارمي واسحب غيرها من المخزن، عامل واقف شغال على المكنه بوظ قطعه غيار او بوظ خامه ارمي وهات غيرها من المخزن. يبقى اذا وجود الانفنتوري عندك اللي هو كارنج انفنتوري احنا بنشوفه كايه؟ كوركتبل بروبلم، بيصحح المشاكل. such as poor quality لو الجوده وحشه اصححها، long cycle time انا اللي خدت وقت كتير في الانتاج فمش قادر اوفي المنتج بتاعي في ميعاده فاسحب من المنتج التام اللي في المخازن، and lack of coordination with supplier وانا مش قادر انسق مع السبلاير. وعلى فكره خلي بالك دي نقطه مهمه قوي، الجيت بيحتاج منك كوردينيشن او تنسيق شديد جدا مع الموردين بتوعك اللي هم السبلاير، لان دلوقتي لو حضرتك مش قادر تنسق مع السبلاير صح مش هتقدر تشتري الرو ماتيريالز ان تايم، وهتبقى كده فاشل في استخدامك للجيت. عشان كده بيقول لك تحت اهو organizations that adopt JIT، الشركات اللي بتشتغل بنظام الجيت سيستم frequently experience ايه؟ ها decrease in number of supplier، بيشتغل مع decrease number of supplier، عدد موردين قليل علشان يبقى محافظ على علاقته بيهم فينجدوه في اي وقت يحتاج فيه خامة بشكل مفاجئ. consequently وبالتالي organization must exercise care، تهتم قوي ان هي تسلكت السبلاير بتاعها that reliably deliver high quality product، للناس اللي بتجيب لك product او خامات high quality. وايه كمان؟ a decrease in supplier، لما تقلل عدد السبلاير بتاعك typically result in increase in the number of deliveries. يبقى حضرتك كده لما تقلل عدد السبلاير بتوعك يقوم السبلاير الواحد تاخد منه deliveries كتير، تطلب منه كتير فيهتم بيك هو كمان، مش تروح تخلي سبلاير عندك كتير وتاخد من ده شويه مره وده من ده من ده مره في السنه فتيجي تحتاج اي حد منهم بسرعه ما يقدركش. وبالتالي انك لما تديكريز السبلاير تقلل عدد السبلاير بتوعك هتقدر تعمل ديليفريز كتيره من كل واحد فيهم. اتفقنا؟ طيب هتبدا حضرتك بقى تتواصل مع السبلاير ازاي؟ فقال لك هنا باير سبلاير ريليشن شيب. يعني ايه باير سبلاير ريليشن شيب؟ يعني علاقه البائع بالمشتري اللي هو حضرتك والسبلاير بتاعك. ار فاسيليتيتد باي ايه؟ الكترينج داتا انترشينج. ايه الالكترينج داتا انترشينج؟ الايميلات بقى، وان انتوا تعملوا انترشينج تبادل للبيانات بشكل الكتروني، يعني تعمل البي او وتعمله سكان وتبعته له بالايميل، يقوم هو يشوفه على طول يقوم باعت لك كونفرميشن اوردر، يبعت لك الفاتوره بالميل وتدي له كونفيرم عليها البضاعه اتبعت في الطريق. كل ده بيتسهل بالتكنولوجيا الحديثه في نقل البيانات. عشان كده بيقول لك اهو التكنولوجي ذات الاو سبلاير اكسس تو ذا باير اونلاين انفنتوري مانجمنت سيستم، دي حاجه عاليه قوي قوي بقى، وهو ان المورد نفسه يخش على السيستم بتاعك ويشوف الري اوردر بوينت او نقطه عدد الطلب بتاعتك جت ولا لسه، عشان هو من نفسه اوتوماتيك يبدا يبعت لك مخزون. فده نظام عالي قوي في التكنولوجيا بتاعت الداتا انترتشينج. ذس وبالتالي الكترونيك مسج، رسائل الكترونيه كده، هي اللي هتريبليس البيبر ديكومنت. خلاص بقى مش هنقعد نعمل حاجات بيبر ديكومنت وكده، هو البي او هيطلع من السيستم يتبعت مباشره بالايميل للايه؟ للمورد، مش هنضطر نطبعه اصلا. اللي هي البيشيز اوردر، اوامر الشلة، اند سيلز انفويس وفواتير الايه؟ المبيعات. اند ذا برودكشن سكيدولز،
وجداول الانتاج and deliveries ومواعيد التوصيل of the parts للاجزاء اللي هتشتريها كان more readily coordinated، تقدر تنسقها اكتر باستخدام التكنولوجيا. اتفقنا؟ طيب تعالوا بقى نشوف الافكتس اون اوبريشن. الجيت ده هيأثر على الاوبريشن ازاي، او هيخلي العمليه الانتاجيه لطيفه ازاي؟ هيبدا يقول لك اهو one consequence of lower inventory level، واحده من العواقب اللي ناشئه عن اللور انفنتوري ليفل انك تقلل المخزون بتاعك اسوشيتد ويجيت اسمها ايه بقى في او اللين سيستم از ايه؟ elimination of the needed for certain internal control. يعني من ضمن العواقب بتاعت انك تلور الانفنتوري انك تشتغل جيت يعني او جيت سيستم، فانت كده هتلغي elimination يعني الغاء the need of certain internal control. ايه بقى الانترنال كنترول دي؟ رقابه داخليه. يعني انا النهارده ما عنديش مخزون، هقعد كل شويه اعمل جرد واعمل مراقبه مخزون واقعد اعمل كل شويه فحص للمخازن، ما هو ده كل ده internal control، خلاص مش هيبقى موجود، هيتعمل له elimination. فالفيركونت ريسيتس ان هتقعد تستلم بشكل متكرر of deliveries للخامات اللي جايه from supplier often mean least need for a sophisticated inventory control system. خلاص انت ما بقتش محتاج، او احتياجك بقى اقل، least need للsophisticated. sophisticated يعني معقده. sophisticated inventory control system and for control personnel، ما بقتش محتاج افراد كنترول ولا بقيت محتاج كنترول سيستم معقد قوي يعني، لان انت دلوقتي بقيت بتجيب بكميات اقل على قد اللي انت محتاجه بس. وبالتالي جيت also may eliminate central receiving area. الجيت هي eliminate او هيلغي السنترال ريسيفنج اريا اللي هي منطقه استلام الخامات، ما بقاش هتبقى موجوده بقى. الهارد كابي ريسيفنج ريبورت، مش هيبقى عندك اذن اضافه يدوي. اند ستورج اريا، مش هيبقى عندك منطقه تخزين. كل ده في الجيت مش هيبقى موجود. مانيفاكتشرنج ليد تايم از ريديوسد. يعني ايه بس ليد تايم؟ ليد تايم دي كلمه مهمه قوي لازم نتعلمها كويس. الليد تايم يا جماعه هو التايم او الزمن اللازم لان حضرتك من اول ما تطلب الاوردر لحد الاوردر ما يطلع من العمليه الانتاجيه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده هبدا ابلغ الانتاج ببرودكشن اوردر، يبدا يقول لهم انتجوا قد كده، لحد ما المنتج يطلع لي من العمليه الانتاجيه تام خلاص، الوقت ده اسمه الايه؟ الليد تايم. عشان كده هو مسميه ايه؟ مانيفاكتشرنج ليد تايم. يبقى اذا من اول ما حضرتك تدخل الخامه للمصنع لغايه المنتج ما يطلع في الشكل النهائي، ده كده اسمه المانيفاكتشرنج ليد تايم. ماله بقى؟ قال لك ريديوسد، هيتخفض، وبالتالي از ا ريزلت اون تايم ديليفري. اون تايم ديليفري يعني الدليفري بتاع الخامه يجي في ميعاده، او ان حضرتك تسلم المنتج في ميعاده. اون تايم ديليفري بيرفورمانس اند ريسبونس، استجابه تو تشينج ان ماركتس ار انهانسد، هيتعزز جدا لان حضرتك بقيت بتنتج بسرعه، وبالتالي هتعمل اون تايم ديليفري، توصل الحاجه بتاعتك في ميعادها، فيبقى في استجابه للتغيرات اللي بتحصل في الماركت كويس. اند برودكشن اوف ايه؟ كاستمايزد جود. كاستمايزد جود يعني ايه؟ يعني منتجات مصنعه خصيصا لاحتياج عميل معين، كاستمايزد للعميل ده، ان سمول لوتس بكميات قليله بيكام فيزبل، بقت حاجه سهله، صح؟ وبالتالي برودكشن سيت اب كوست، انك تقعد تعمل سيت اب للعمليه الانتاجيه عشان تشتغل. والسيت اب يا جماعه لو احنا مش فاهمينه، وهو ان حضرتك قبل ما بتبدا العمليه الانتاجيه بتبدا تعمل سيت اب للماكينه اللي انت هتشتغل عليها، عشان تبدا تظبطها على مقاسات معينه في التقطيع، على كثافات معينه، سمكات معينه. فده اسمه سيت اب كوست. فهنا هيقول لك برودكشن سيت اب كوست اند تايم بير لوت ار ريديوسد، هتعمل الكلام ده في وقت اقل. however because smaller lots، ان انت تعمل لطات صغيره او باتشات صغيره are used، وبالتالي total setup cost are not necessarily lower using a jet production system. فخلي بالك بما انك هتعمل smaller lots فهتعمل setup كتير، فعمل حسابك ان setup cost هنا مش دايما بالضروره هتبقى قليله under jet. اتفقنا؟ طيب The quality of part provided by supplier، الخامات اللي هتجيلك من المورد بتاعك is verified by use statistical control، هيبدأ الناس بتاع quality control يشتغلوا عليها شغل إحصائي كويس جدا، ويبدأ يعمل زي إحصائية كده للمورد دوت، كم مرة جاب لك كل مثلا كرتونة فيها كم واحدة معيوبة من الخامة، rather than inspecting of incoming goods. أنا النهاردة هدرس سلوك المورد قبل ما أفحص الخامة اللي جاية منه عشان أقدر أقيم المورد نفسه. وبالتالي ستورج التخزين، كاونتنج العد او الجرد،
and the inspecting area منطقة الفحص كل ده are eliminated هيتلغي. In an effort to بقى perform only value added work علشان ما نعملش إلا الورك اللي بيأد value بس ونلغي أي شغل مش بيأد value. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف آخر حاجة في الجيت اسمها إيه؟ implementing JIT تطبيق الجيت. بيقول لك تو امبلمنت الجيت عشان حضرتك تطبق الجيت انفنتوري او اللين برودكشن سيستم لازم المانيفاكتشرنج از ريكوجنايزد اراوند وات ار كولد ايه مانيفاكتشرنج سيل. سيلز يعني ايه يا جماعه؟ خلايا. مش سيل يعني خليه، دي خليه صغيره. فلازم حضرتك تقلب المصنع بتاعك الى سيلز، خليه خليه خليه. كل خليه عباره عن مجموعه ماكينات معينه بيصنعوا منتج واحد، فدول كده اسمهم سيل صغير او مصنع صغير. اتفقنا؟ فبيقول لك اهو in conventional plant layout conventional يعني التقليدي او القديم layout يعني التخطيط بتاع المصنع متنظم ازاي layout بتاعه بتاع المصنع متخطط ازاي يعني او متنظم ازاي فبيقول لك in conventional plant layout في التخطيط او التنظيم بتاع المصنع بالشكل التقليدي القديم each department كل قسم or function او وظيفه operates specialized machine بتشغل مجموعه ماكينات معينه that perform one task بتنفذ ايه تاسك واحد all work وبعد كده الشغل move from department to department فده اللي كان بيحصل زمان ان كل department شغال بمكنه واحده يخلص يسلم للديبارتمنت اللي بعده ولكن احنا عايزين بقى نعمل حاجه اسمها السيلير لي اوت يعني ايه سيلير لي اوت يعني لي اوت او مخطط كده مبني على شكل سيلز او خلايا اتش سيل كل خليه از ماينتور مانيفاكتشرنج يعني ايه ماينتور مانيفاكتشرنج بلانت يعني مصنع مصغر كل خليه عباره عن مصنع ايه صغير سيلز الخلايا دي ار سيت اوف ماشين مجموعه ماكينات اوفن جروب دي ان سيمي سيركل متنظمه بشكل شبه دائري سيمي سيركل يعني ايه شبه دائري ذات بروديوس ا جيفن برودكت اور برودكت فاميلي يا اما بتصنع منتج واحد يا مجموعه ايه منتجات معينه يبقى الخليه دي بقت عباره عن مجموعه ماكينات بتصنع منتج واحد منظمه كده في شكل ايه دائري طيب والعمال اللي شغالين عليهم هيبقى دورهم ايه بقى؟ فبيقول لك اتش وركر كل عامل ان سيل في الخليه دي ماست بي ايبل تو اوبريت اول ماشين يقدر يشغل كل المكن اللي موجود في الخليه دي اند بوسيبلي وبالتالي ها تو بيرفورم سبورت تاسك يعمل لنفسه سبورت تاسك يعني يقدر يناول يعمل صيانه يعمل اي سبورت تاسك ساتش از سيت اب اكتيفيتي بريفنتيف مينتنس يعمل صيانه وقائيه موفمنت اوف ويب يحرك الويب اللي طلع من هنا من المكنه دي دخله المكنه دي ويزن ذا سيل جوه الخليه بتاعته اند ايه كواليتي انسبكشن يا خبر ده انت عايز العامل يفحص الجوده كمان ده انت كده عايز بقى عامل مدرب تدريب شديد جدا عشان كده بيقول لك لازم عمال مهره بقى هنا وبالتالي ان ساتش بول سيستم في السيستم بتاع البول سيستم بتاعنا ده اللي هو الجيت وركر ميت اوفن بي ايدل العمال هيبقوا عاطلين لو زي ار نوت مالتي سكيلد لو هو مش متعدد المهارات هيبقى عاطل ايدل اتفقنا يبقى اذا السيستم بتاعنا ده محتاج عمال مهره جدا ومتعدده المهارات يقدر يشغل المكن كله يقدر يعمل لنفسه صيانه يقدر يفحص المنتج بتاع الجوده بتاعه يقدر يهندل الماتيريال من هنا ويحطها هنا وبالتالي السيريال اورجانيزيشن الشكل الموظف شكل الخلايا ده ريكواير ان الوركر تو ايه تو اوبريت از افكتيف تيم يبقى كانهم فريق مع بعض ايه افكتيف فعال مع بعض وكده سو امبلوي امباورمنت الامبلوي امباورمنت ده ما اتكلمنا عنها من شويه انك تعمل امباورمنت للموظفين بتوعك تقوي الموظفين اذا كريكل بقى موضوع حاسم قوي ان جيت انفنتوري اور لين برودكشن سيستم وبالتالي اعمل الامباورمنت ده ازاي؟ فقال لك greater participation by employee ان العمال عندك يبقى يعملوا مشاركه كبيره جدا participation is needed to achieve the objective of continuous improvement and zero defect يبقى العمال بتوعك هيشاركوا مشاركه كبيره قوي في ان هو يحقق الاهداف بتاعت ال continuous improvement التحسينات المستمره and zero defect ان يبقى عندك zero اعطال او zero اخطاء so they may for example مثلا have the power to stop production and correct problem لازم العامل ده يبقى عنده الباور يقول وقف الانتاج فورا نصحح الخطا ده الاول وبعدين نكمل انتاج لو العامل ما عندوش الباور ده مش هتعرف تستفيد منه ايه تاني be consulted about change in process تروح تستشيره وانت بتغير البروسيس or become involved in hiring a co-worker او يبقى involved في ان حضرتك تعين العمال بتوعه او المساعدين بتوعه thus
managers in such system, المديرين في النظام ده usually play more of facilitating than support role. الناس هنا او المديرين هنا هيبقى دوره اكتر ان هو يعمل facilitating, يسهل الشغل, مش ان هو يعمل support اكتر. يعني يبقى دوره اكتر ان هو يبقى facilitate اكتر من انه يبقى support. اتفقنا؟ ظريف الجيت بتهيألي, مش كده؟ كلام سهل ودمه خفيف, واعتقد ان احنا هنا في الجيت اتعلمنا نظام جديد, وهو ان انت ازاي تقدر تعمل سيستم يبقى زيرو انفنتوري, توفر تكاليف كتيرة جدا, هيوصلك ان انت طالما زيرو انفنتوري يبقى تهتم بالجودة بشكل كبير قوي, لان مفيش مجال للخطأ, لان زيرو انفنتوري الحاجة اللي هتبوظ الانتاج هيقف. فده كل ده هيخلق لك ميزة تنافسية, ان الجودة عندك هتبقى عالية, انك هتوفر تكلفة القصة بتاعت المخزون دي, فيرفع لك البروفيت بتاعك, او ممكن بدل ما ترفع البروفيت تقلل سعر البيع للعميل, فتخلق ميزة تنافسية تانية. ظريف موضوع الجيت ده, بيتهيألي دمه خفيف مفهوش اي مشكلة. انا حاسس ان احنا الحمد لله الموضوع بالنسبة لنا سهل, وتقدر تقرأه تاني وتحس ان هو سهل وبسيط. ونتقابل ان شاء الله في محاضرة جاية في موضوع تاني في الـ Operational Efficiency, واشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.